كتسولوا واش يمكن لها تختم القرآن الكريم مع الجماعة. هذه يعني القراءة الجماعية للقرآن الكريم ما كاينة في العالم إلا في المغرب، وهي اللي بغى ياخذها بالوجه ديالها الحسن، انما استعملها المغاربه للتعليم، هي دارت للتعليم، كتعلم الناس القرايه، هذا الاصل. ما كيعرفوش يقراو القران، كيجلسوا مع الفقيه وبدا يقراو جماعه باش كيتعلموا. ففرق بين قصد التعلم وقصد التعبد. فرجل او امراه كيعرف يقرا القران الكريم اذا بغى يعبد الله فعلا ويشعر بالحلاوه ديال العباده، يقرا بوحده، يقرا بوحده. لكن اذا ما كيعرفش وباغي يتعلم راه ما لا باس، ما يكونش بدا متشنج ومتشدد وما عنده فقه، راه الفهم ديال الدين هكا داير خصو، يعني لان الوسائل هذا كيتعتبر، هذا داك الحزب كيتعتبر من الوسائل التعليميه ماشي التعبديه. فمن دخله بقصد التعلم فلا باس به. شحال من واحد كان امي كيعرف يقرا والو كيجلس مع الناس في الحزب وتطلق لسانه سبحان الله العظيم بالقران الكريم، ماشي تقول له الحزب حرام وفي وسير قري، هذا ماشي جاي فقط للعبادة، جاي يتعلم. فإذا فرقوا بين الأمرين. إذا كانت هذه المرأة ما عندهاش قدرة لتلاوة القرآن، تخطئ تلحن، ما فيها بس تجلس مع الجماعة وتتبع بودنها وتحاول ليوم وغدا تحرك لسانها باش تضبط الأداء ديال القرآن. شحال من واحد كيقرأ واحد الحرف مقلوب في القرآن ما كيعرفش يقرأ مزيان، أو واحد يعني جملة أو كلمة ما يعرفش يخرجها مزيان. فإذا كان حاله هكذا فلا بأس أن تجلس في المسجد ساعة قراءة القرآن الكريم الجماعي وتنصت إلى ذلك، وتتابع أيضا بلسانها بقصد التعلم، حتى إذا تمكنت من قراءة كتاب الله على أحسن ما يكون، ديك الساعة تخلو إلى ربها بنفسها وتقرأ القرآن مع مولاها.